تحت وطأة أشهر من حرب وحصار، يعاني اليمنيون بصمت في المشافي المكتظة بالجرحى والمرضى وفي المنازل المفتقرة لأدنى الاحتياجات. لا شيء يتغير إلا إلى الأسوأ. ومع اقتراب الأزمة من عامها الأول، ما تزال اليمن خارج المعادلة الإنسانية بالرغم من المساعدات الضئيلة المقدمة. في تعز مثلا، تكافح المنظمات الإنسانية من أجل إدخال بعض المساعدات فيما لا تكفي لسد العوز الكبير. عملية إدخال المساعدات صعبة بالنسبة إلينا، لكننا فخورون بأن فريقنا استطاع أخيرا الدخول إلى مناطق الاشتباك في تعز وإيصال المواد الغذائية لما يقارب 3000 أسرة، مع إيماني أن هذا ليس كافيا، لكننا سنخطو خطوات أخرى من أجل إيصال المساعدات إلى كافة المتضررين في تعز وبقية المناطق في اليمن. وفي عموم البلاد، يحتاج أكثر من 21 مليون يمني للمساعدات العاجلة بحسب الأمم المتحدة، أي أن كل 4 أشخاص من أصل 5 يحتاجون للإغاثة، رقم مخيف لم تشهده اليمن في تاريخها الحديث. والخوف الأكبر هو استمرار عجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى المتضررين. في الحقيقة، العدد الإجمالي لمن هم بحاجة للمساعدة يتجاوز هذا الرقم بالنظر إلى اتساع نطاق الحرب وتضاعف أرقام البطالة. الأمم المتحدة أطلقت خطة إنسانية عاجلة كاستجابة منسقة لأكثر من 100 منظمة إنسانية، وناشدت المجتمع الدولي بتوفير أكثر من بليون دولار لتقديم المساعدة الضرورية والمنقذة لأرواح أكثر من 13 مليون يمني. جاء في نداء الأمم المتحدة على العالم ألا يسمح بأن تتحول الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى أزمة منسية، في إشارة إلى طغيان الأزمات والمشاكل المتفرقة في المنطقة والعالم على حجم محنة اليمن. وقال منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكلغريدريك إن اليمنيين يواجهون أخطارا تهدد حياتهم وكرامتهم، وعلى الأطراف المتحاربة أن ترقى إلى مستوى المسؤوليات وفقا لما يمليه القانون الإنساني الدولي. حديث المنسق الأممي ليس الأول ولن يكون الأخير في زمن يقف المجتمع الدولي عاجزا عن وضع حد لحلفاء الحرب. فالقرار الأممي الكفيل بإنهاء المأساة ما زال عالقا ومنسيا، وستحكي الذاكرة الإنسانية أن المأساة اليمنية كانت مريرة وطويلة.